احنا كمان بينضم لنا دكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. يا دكتور، الخارجيه المصريه بتتكلم على ان التقرير ده تقرير مغلوط والهدف منه هدف دعائي، هل بتتفق مع الراي ده؟ ممكن لو تديني بس دقيقتين اوضح بعض الحاجات عشان ما يحصلش لبس عند الناس. اتفضل يا فندم. التقرير الوكاله ده تقرير سنوي بيطلع كل سنة، وهو تقرير ليس سري ولكن مقيد. اللي حصل انه من حوالي 4-5 ايام التقرير ده نزل في الموقع بتاع الوكالة، اللي هو مقيد بباسورد معينة ل 146 دولة اعضاء الوكالة. يعني هذا التقرير في 146 حكومة تقدر تطلع عليه وتقدر تنسخه وتبعته بايميل بسيط لاي حد، يعني ممكن العالم كله يكون عارفه. تمام. فهو ما بقاش مع الاسف، يعني ما بقاش سري، هو مش معمول عشان يطلع لاجهزه الاعلام، هو تقرير مقدم لمجلس المحافظين لمناقشته بعد حوالي شهر تقريبا. لكن لما نرجع بقى ان في معلومات وان في حاجات اتقالت، برضو ارجع اقول في لبس شويه، تقرير الوكاله ما بيطلعش في يوم وليله، وبالتالي ربطه بالاحداث بتاعت بيكتل او حتى الخبر الحديث بتاع ان امريكا بتقول لصريح ما توقع الاتفاقيه بتاع، اعتقد التقرير كان قبل كده وما كانش مرتبط بالحاجتين دول بالذات. اما الاسباب الاخرى دي طبعا انا ما احبش اعلق عليها دلوقتي، ودي يبقى نفسرها في وقت اخر يعني. طيب حضرتك، مش هنعلق على الاسباب دي، لكن خلينا نقول التقرير ده هل ممكن ينعكس بالسلب على البرنامج النووي المصري السلمي؟ طبعا اكيد اكيد لا، لان المعلومه اللي موجوده فيه معلومه ضعيفه جدا ولا تعني شيء حقيقه. يمكن الدكتور عثمان لسه حالا بيقول اللي بيعمل الانريتشمنت ده مش هيلاقوا جسيم صغير، وبالمناسبة يعني بس أعرف الجسيم ده أقل من 1 على مليون من الجرام من اليورانيوم، يعني بتكلم على حاجة صغيرة جدا، وفي نفس الوقت احتمال التلوث فيها عالي جدا، لدرجة أقول إنه ممكن التلوث يحصل من الأفراد، من أجهزة التفتيش حتى نفسها، أو من أي أجهزة أخرى ملامسة للحاجات دي. المواد اللي بتطلع في المواد المشعه زي ما دكتور هشام قال، التكنيشيوم او اصله جاي من الموليبديوم، ده عباره عن فيشن برودكت من المواد العاليه التخصيب، اليورانيوم العالي التخصيب. لعندي احصائيات صغيره لقيتها من لسه النهارده كستاتستيك، اوروبا في مفاعل واحد موجود في هولندا بيطلع عينات في كونتينر 30,000 حالة علاج للسرطان في المادة اللي هي بيوزعها، لأن تتخيل حجم احتمال التلوث. زائد في نقطة يمكن مش واضحة في تقرير الوكالة للناس، الجزيئات دي لا تعني كثير. اللي بيعني حقيقي في التحليل إن لو طلع لنا حاجة بنسميها تحليل كتلي ملك، لو أنا لقيت حاجة زي دي فيها انريتشمنت عالي أقول الموضوع خطير هنا. لما انا بلاقي الكلام اللي حضرتك بتقوله يا دكتور ان الجزيئات دي لا تعني الكثير وما فيهاش ادانه لمصر، ففي علامات استفهام ليه حصل تسريبات لوسائل الاعلام وتم نشر التقرير، ففي غموض في الموضوع. فانا مش هسال حضرتك، يعني حضرتك متحفظ على الاسباب، لكن بصفتك مصري يا دكتور، حضرتك شايف الموضوع ده ممكن يكون السبب فيه ايه؟ ما زي ما قلت لحضرتك، ليه الموضوع اتكتب في التقرير؟ يعني اسيبكم انتوا تسالوا المسؤول. لا انا عايز اسال حضرتك يا دكتور يسري، من وجهه نظرك الشخصيه صعبه ايه ممكن يكون السبب؟ كمان 3 اسابيع ان شاء الله نتكلم في الموضوع. طيب. انا بشكر حضرتك دكتور يسري ابو شادي، بس قولي ليه 3 اسابيع يا دكتور؟ ان شاء الله كنت طلعت على المعاش وسبت الوكاله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، ومعلش هنستناك بقى 3 أسابيع ويمكن ساعتها نعرف الإجابة. شكرا يعني لحضرتك. أنا عاوز أعلق على الكلام الدكتور يوسف، الحقيقة هو يعني